النهارده عايزه افكر حضراتكم كل مره كده حاول يكون في البدايه معانا حاجه لطيفه. عايزه افكركم النهارده بقول الشافعي رحمه الله: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثه الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. خلاصة الكلمتين دول في كده حاجات أبيات شعر تلاقوا فيها خلاصة الحياة. دع الأيام تفعل ما تشاء، يعني امشي في الدنيا وانت مسلم أمرك لله، ما تحاولش تعاند الظروف اللي بتحصل لك، ما تحاولش تعاند الأحداث اللي بتحصل لك، وما تحملش الأمور أكبر من طاقتها. احنا عايزين يكون عندنا ثقافة التخفيف على النفس دايما. المرة اللي فاتت فكرت حضراتكم ان احنا نخفف على الآخرين، المرة دي بفكر حضراتكم ان احنا نخفف على نفسنا، ما نقعدش نقطم في نفسنا طول الوقت. في ناس بتحترف جلد الذات، في ناس طول الوقت عندها النفس اللوامة، ده شيء عظيم جدا، لكن في نفس الوقت لازم تكون بحكمة، وفي نفس الوقت لازم تكون بتسليم الأمور لله. ما تعانيتش طول الوقت، ما بيبقاش حاجة عمال تقاوح فيها ما جاتلكش توقفش ان انت لازم تاخدها، ولو ما جاتش تزعل. تعرفش ربنا شاير لك الخير فين، ما تعرفش ربنا هيعوضك بإيه، ما تعرفش كان فيها شر ليك. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ممكن يكون الحاجة اللي انت مصمم عليها ولازم تاخدها تكون شر ليك. فاحنا عايزين نخلي في ثقافتنا بعض الرضا وتسليم الامور لله، نعقلها ونتوكل، نخلي الحاجات دي دايما. لو بدات يومك بالموضوع ده وبالثقافه دي، في نهايه اليوم هتنام ودماغك مستريحه وضميرك مستريح. الحاجه الثانيه: لا تجزع لحادثه الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. كل الحاجات الوحشه اللي عدت في تاريخ البشريه بتخلص وبيجي غيرها وبتخلص. شوف كده الحاجات اللي كانت مضايقاك من فتره هتلاقيها خلصت وجدت حاجات جديده، كل حاجه بتخلص. فما تموتش نفسك على حاجه مزعلاك، ومش هيكون اكتر من ان انت بتفقد انسان حواليك او بيموت لك شخص عزيز عليك. ثقافه حتى التعامل مع الموت لازم يكون بيخفف على نفسنا وبنهون على نفسنا. حاجة بسيطة حبيت أفكر حضراتكم بيها، وإحنا بنفكر نفسنا بأن الثقافة سلوكيات وممارسة وأسلوب حياة.